ناهد شريف كان والدها ضابط شرطة ووالدتها ربة منزل وانفصلوا، ووالدها توفي وعندها 14 سنة، وكان ليها أخت مصابة بالشلل وكانت هي اللي بتصرف عليها وكانت خجولة في بداية حياتها، وده زوجها الأول المخرج حسين حلمي المهندس، وكان في فرق سن بينهم وكانت بتناديه يا بابا. وزوجها التاني اللي هو كمال الشناوي، وكان في السر الجواز عشان هو كان متجوز. وبعد كده زوجها التالت اللي هو إدوار جرجيان، وخلفت منه باتريشيا اللي هي في الصور ديت وهي صغيرة، وبعد كده لما كبرت ورحلت ناهد شريف عن عمر 39 سنة بعد معاناة مع مرض السرطان لمدة 5 سنين. الله يرحمها. هنا صورة باتريشيا على قبر أمها، كان القبر مخفي مش ما حدش عارف فين، وبعد كده اكتشفوه. لو عايزين تعرفوا أسرار تانية عن ناهد شريف هتلاقوا الفيديو في أول تعليق.